برضه بنطمن الجماعه بتوع التصالح اللي هم مقدمين طلبات تصالح، هذا القرار الذي صدر وسيطبق من اول 25 الكلام ده مش ما ياثرش على موضوع التصالح، بنطمنهم في الكلام في الموضوع ده، ده ما بياثرش على موضوع التصالح. وبنطمن اي هذا القرار لا ينطبق الا على السكني فقط، لا ينطبق على التجاري، حضرتك كنت قبل البرنامج، لا ينطبق على التجاري ولا ينطبق على الصناعي ولا ينطبق على السياحي ولا ينطبق باي على اي مشروع مرتبط بتسليم اعمال يخص اعمال تجاريه او اعمال صناعيه او اي اعمال تانية. طيب لا ينطبق الا على السكني فقط.